علاقة الأهلي بالإسماعيلي يرغب البعض في أنها تفضل دايماً وأبداً على سطح ساخن، مش عايز أقول لمصالحهم الشخصية والله، لمصالحهم مصالحهم اللي بيكشفها الفيلسوف الفرنسي الكبير جان بول سارتر، بيقول لك الجحيم هو الآخرون. يعني المشكلة مش في أنا وأنت، المشكلة في الآخرين. طبعاً أنا وأنت نقدر نتصافى مهما اختلفنا هنتكلم، لكن الآخر وأي علاقة هيجدها في الآخرين، هيجد ان العلاقه علاقه سليمه ومبنيه على تبادل المصالح السليمه بالزبط. وان الاخرين هم اللي بيستفيدوا منهم وبيستنزفوه فباستمرار فيه نفخ في هذه المساله. الاهلي كان بيلعب مباراه ناشئين الاسبوع اللي فات في الاسماعيليه، فريق الشباب عمرو انور، حدثت مشاكل وكانه رساله التوتر الناس بتصدرها للشباب الصغير كمان. لكن يبقى في فيديو امبارح كابتن احمد سمير فرج، واحد من لاعبين اهلاويه كثر انتقلوا من الاهلي للاسماعيلي، بالمناسبه عدد اللي راح للاهلي للاسماعيلي من الاهلي اكتر بكتير من اللي جه من الاسماعيلي للاهلي، والزمالك اخذ من الاسماعيلي عدد اكتر، وهنيجي لكل ده بالارقام والاسماء. بس امبارح استوقفنا الكابتن احمد سمير فرج في فيديو في مغالطات غريبة جدا. هو واحد بنحترمه وبنقدره كلاعب مؤكد، بالمناسبة هو ابن من أبناء النادي الأهلي، تربى في مدرسة الكرة في النادي الأهلي لسنوات طويلة واحترف ورجع وجه ومشي. لا دي قصة احتراف يعني لازم تتقال، لأن يعني هو كان يعني بس كمل وبعدين نبقى نحكيها يعني. فامبارح له فيديو مهم وهو في قناة تايم سبورت، ركزوا على أول جملة قالها له الزميل كريم خطاب، أول كلمة، لأنه بناء عليها تسمعوا التفاصيل التاريخية الغريبة. نسمع فيديو. قررت إنك تاخد قرار مختلف، أعتقد 2012 بالظبط ساعة المشكلة بتاعت بورسعيد اللي حصلت والكورة وقفت. حلو، أنت بقى وقتها كنت بتفكر إزاي؟ كنت عايز تعمل إيه؟ هقول لك على مفاجأة أول مرة أقولها، يعني ممكن دي تبقى مفاجاه كبيره جدا. عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره في الفتره دي، كلمنا انا وعبد الله السعيد. حلو. ورحنا قعدنا معاه في فندق مش هقول اسم يعني، في فندق في القاهره. ماشي. وكان مكلف من الكابتن خطيب. كان فاضل لنا 6 شهور في عقدنا، لا كان فاضل سنه في العقد. ماشي. وقعد معانا يا جماعه، وانا يعني بما اني راجل اهلاوي وانا اتمنى ان انتم تكونوا موجودين في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مفوضني بس بشكل غير رسمي ان انا اشوف اتكلم معاك. فدخلنا الاوضه بصراحه لقينا طبق فاكهه كده يا كريم، انا كنت همضي في الاهلي عشان طبق الفاكهه ده بصراحه يعني. فدخلنا ابتديت اشك في فانا قلت فاكهه يبقى مين؟ انت عرفت مين. صح هنقول طبعا احتراما ليه يعني. ليه بس عادي ما فيهاش حاجه. فدخلنا الاوضه وكلمنا، والنادي الاهلي عنده رغبه كبيره. ففي الفتره دي بقى زي ما بقول لك ده اللي حصل. المهندس ماجد سامي كلمني. ماشي. للامانه برضو عشان اكون فير يعني، محمد عبد الواحد. رجعني الاول لطبق الفاكهه الاول. لا خلاص، ما احنا هم خدوا الموافقه المبدئيه. واتكلموا في ارقام وتاخدوا هو الراجل اللي قاعد معاك وده انت وعبد الله. خدوا منك الموافقه المبدئيه ان احنا هنروح والارقام والحاجات دي وكده. وخلاص كان عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره. يعني هو عايز تعرف قبل قصه احترافه، من باتوا ومن شاوا لا قبل قصه احترافه، انا ليه بقول لكم ركزوا على اول كلمه قالها احمد سمير فرج وقالها الزميل كريم خطاب، انه ده ساعه احداث بورسعيد. اول ما حصلت مجزره بورسعيد والكره وقفت، بيقول الاهلي كان عايز لو يضمني انا وعبد الله السعيد. ولما كمل الفيديو الحقيقه قال اسم الكابتن حازم الهواري، قالوا صراحة بالاسم، وانه كان عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، والرسالة المبطنة اللي كان عايز يقولها هو والزميل انه الهدف انه اتحاد الكرة او المسؤولين على اتحاد الكرة بيتدخلوا في تسيير الصفقات للاهلي. الكلام اتكرر، ولو كان في متسع من الوقت كنت اسمعوا الفيديو على اخره. ما انا في الحتة دي. لا انا بعد ما تقول لازم هقول حاجه برضو ليه علاقه واهميتها ايه. طيب رقم واحد، الكلام بتاع احمد سمير فرج
انه ده بعد احداث بورسعيد وتوقف الكره في 2012. حادثه بورسعيد حدثت في 1 فبراير 2012. بالمناسبه يا كابتن عبد الله السعيد اللي انت وقتها كان معاك وحازم الهواري كان عايز يجيبكم انتوا الاثنين للاهلي. عبد الله السعيد كان في الاهلي بقاله 6 شهور، بل كان في الملعب في تشكيله الاهلي في مباراه المجزره. تخيلوا، كان في التشكيل الاساسي للاهلي في الملعب في هذه المباراه. عبد الله مضى للاهلي رسميا واعلن ده في 14 سبتمبر 2011، 14 سبتمبر 2011، والحادثه 1 فبراير 2012. متخيلين؟ ده بالنسبه لعبد الله السعيد. معرفش كان حازم الهواري هيجيبه للاهلي وهو في الاهلي ازاي. خد الثانيه وخد الكبيره على راي صديقك. الحادثه حصلت من هنا يوم 1 فبراير، 2 فبراير حازم الهواري مش موجود في اتحاد الكوره، لان هو ضمن مجلس الكابتن سمير زاهر الله يرحمه تم حل المجلس في 2 فبراير تاني يوم للحادثه مباشره، وتم تكليف الكابتن انور صالح باداره الاتحاد، وبعد كده تم تشكيل لجنه برئاسه الكابتن عصام عبد المنعم، وفضلت مكمله لغايه لما اتعملت انتخابات جه فاز بيها الاستاذ جمال علام. حازم الهواري بره الموضوع ده كله، كان ازاي عضو في مجلس اداره الاتحاد هيجيب عبد الله السعيد لاعب الاهلي للاهلي؟ طب ما يمكن مش عبد الله السعيد، يمكن حد تاني بس اختلطت عليك الاسماء يا كابتن احمد. التالتة انه ابريل 2012، يعني بقى قاعد الحادثة بشهرين اتنين، احمد سمير راح ليرز البلجيكي. راح ليرز البلجيكي، معرفش ايه طبق الفاكهة، لا اهلي ولا زمالك، لا اهلي ولا زمالك ولا مصري ولا حدوتة. ده الاعلان الرسمي في موقع الاسماعيلي، في موقع صدى البلد كمان، 2 ابريل 2012، واعلن في كل المواقع بعد كده عن انتقاله الرسمي لليرز البلجيكي في خلال هذه الفتره وتوقف الدوري. احنا بنقول ده ليه؟ لانه رقم واحد الرساله السلبيه اللي بتتمرر من خلال الكلمتين دول انه المشكله الحقيقيه انه اتحاد الكوره بيجامل الاهلي وبيتدخل مسؤول الاتحاد لابرام صفقات الاهلي، ولا الاهلي موجود؟ طيب